أبرز تطورات الفلك لمواليد الجدي بالأسبوع الأخير من شهر شباط فبراير 2024. يا عزيزي، قلنا أنه بتنهي الأسبوع الماضي بيومين دقيقين جداً، وأنه في عندك إما واجبات تضطر لها، أو يمكن أنك تزعن لقرارات بتزعجك. هالجمعة كمان عندك أو هالأسبوع في عندك أمر مكتمل ببرج الأسد، وهالشي يوم 24 بيفرض عليك اتخاذ مواقف حاسمة وممارسة مواهبك القيادية بمسألة اجتماعية أو حتى شخصية، وربما بتكون عائلية. القرار لإلك، الأمر مش سهل، الحوافز كتيرة، بس الفترة يمكن تكون دقيقة وتطلب منك حسم حتى ولو تخليت عن بعض المكاسب. في فترة إيجابية أكثر بتوقع بين الأحد 25 والتنين 26، إذا بدك تقوم بمبادرة، أو إذا بدك تلاقي مصالحة، أو إذا بدك تحاول توصل إلى هدف ما، اختار هاليومين يلي هن الأحد والتنين. أما التلاتة 27 والخميس 29 فلازم تتجنب خلالهم الصراعات، لأنه هالفترة معاكسة.